بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الخامس. أحل كذا أو حرم كذا. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكذلك الكذب على الله جل وعلا أشد من ذلك. الكذب على الله للشرك، لأن يتخذ معه شريكا في العبادة ويقال إن الله شرع هذا وأحل هذا، هذا أعظم الكذب، كذب الشرك. أو ينسب إلى الله الولد، هذا أعظم الكذب على الله جل وعلا. أو في أسمائه وصفاته لأن تؤول عن معانيها تحرف عن معانيها، هذا كذب على الله جل وعلا. ويقال مراد الله بها كذا وكذا، هذا كذب على الله. إذا أولت وحرفت وقيل هذا هو المراد، هو مراد الله، فهذا كذب على الله جل وعلا، هو أشد أنواع الكذب. النوع الثاني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال كذا أو حرم كذا أو أحل كذا من غير دليل، هذا كذب على الرسول. أو أنه ورد عنه كذا وكذا من الأحاديث فتنسب إليه أحاديث موضوعة، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ليس كذبا علي فكذبا على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. عيد شديد. وكذلك الكذب على أهل العلم، ينسب إليهم ما لم يقولوا أو أنهم أفتوا بكذا أو قالوا كذا، ينسب إلى أهل العلم أنهم قالوا كذا أو أفتوا بكذا، كما هو الواقع من كثير من الناس اليوم، خصوصا أصحاب المبادئ السيئة يريدون أن يبرروا مبادئهم ومناهجهم فيقولون فلان أفتى بكذا، مما يؤيدنا. الكذب على العلماء هذا تابع للكذب على الله على رسوله، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، لا يجوز الكذب على أهل العلم. فلا تنسب إلى عالم إلا ما صح عنه، ثبت عنه. أما أن تنسب إليه بدون تثبت أو تخترع شيئا من عندك، هذا كذب منقوص. ثالثا، رابعا، الكذب على الناس في معاملاتهم، يعني يبيع ويشتري معهم بالكذب لا بالصدق، يغش يخدع يكذب. المعاملة مع أخيك بل مع أي أحد، المعاملة بالبيع والشراء حتى مع الكافر ما يجوز تكذب عليه ولا أن تخدعه. فكيف تكذب على أخيك المسلم وتخدعه، تأخذ ماله بغير حق، أو تخاصمه بالباطل عند القاضي وتحلف، أو الكذب في الشهادة، شهادة الزور الذي يشهد شهادة زور كذب، كل هذا من أنواع الكذب. الكذب أنواع، بعضها أشد من بعض. وكذلك الكذب على الناس في الأخبار، أن تكذب على الناس لأن حصل كذا
وهو لم يحصل، أو جاء فلان وهو لم يأتي، تجيب أخبار إما أنك لم تتثبت فيها، وإما أنك تخترعها أنت، هذا من الكذب على الناس، الكذب في الأخبار. بل الواجب التثبت، ولا تحدث إلا بشيء فيه مصلحة وثابت أيضا. كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع. تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. فهذا هو الكذب، وهذه أخطر أنواعه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ودل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. الكتاب كما في هذه الآيات التي سمعتم. نعم، أقرأ الآية الأولى. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا دليل على أن الكذب لا يصدر من مؤمن. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ما الذين يؤمنون بآيات الله فإنهم لا يكذبون. أدل على أن الكذب لا يصدر من مؤمن، قد لا يصدر من مؤمن أصلا، أو يصدر من مؤمن ناقص الإيمان. ناقص الإيمان، الكذب لا يصدر من مؤمن، ولا يليق بالمؤمن أنه يكذب. إنما يفتري الكذب، يفتري يعني يختلق، يختلق شيئا لا أصل له. الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك، أي الذين يفترون الكذب، هم الكاذبون، يفترون من عند أنفسهم، هؤلاء كاذبون، كاذبون على من ينقلون عنه، وكاذبون على من ينقلون له. نعم. وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم، أي للمنافقين، لأن الآيات بسياق صفات المنافقين من أول سورة البقرة. قال: ولهم، أي للمنافقين، عذاب أليم، يعني موجع، مؤلم. أليم يعني مؤلم، بسبب ما كانوا يكذبون لدعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. عن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يكذبون. إذن فأولئك استحقوا هذا الوعيد، لهم عذاب أليم بما كانوا، أي بسبب كذبهم، بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. نعم. وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. ويل، أي وعيد، وعيد شديد، لكل أفاك، أفاك كثير الإفك، والإفك هو الكذب. أفاك يعني كثير الإفك، والإفك هو الكذب. فوعده الله بالويل، وهي كلمة عذاب وتهديد، دل على أن الإفك أسوأ أنواع الكذب، أسوأ أنواع الكذب الإفك. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه. هذا حديث عظيم يدل على أن المؤمن لا يزال يصدق، لا يزال يصدق فيما يقول أو فيما يفعل. صفته الصدق فيما يصبر عنه.
ويتحرى الصدق فيما يسمع من الناس، تثبت تحرى الصدق، ما هو كل ما سمع شيء راح ينشره ويحدث له، قد يكون فيه ضرر على الناس، قد يكون فيه كذب، قد يترتب عليه مقاطعة بين المسلمين، يترتب عليه حتى القتل بسبب الكذب، فيتحرى الصدق، هو يصدق فيما يصدر عنه ويتحرى الصدق فيما ينقل إليه وما يبلغه. وأن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق يهدي إلى البر، يهدي يعني يدل، يدل على البر. والبر كلمة جامعة لخصال الخير مثل التقوى، البر والتقوى والإيمان بمعنى واحد. فالصدق فائدته أنه يهدي إلى البر، يعني يكون وسيلة إلى الوصول إلى البر، والبر من أعلى المراتب، من أعلى مراتب الدين، مثل التقوى، مثل الإحسان، مثل مراتب عظيمة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق إلى آخره، حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو كثير الصدق، كثير الصدق، هذا هو الصديق، مبالغة من الصدق. ودرجة الصديقين بعد درجة الشهداء، بعد درجة الشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. نعم، درجة الصديقين فوق مرتبة الشهداء بعد النبيين، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مرتبتهم بعد مرتبة الأنبياء، ثم بعدهم الصديقون، ثم بعدهم بقية المؤمنون. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذا فيه فضل الصدق وما يؤول إليه، وما يؤول إليه. وسببه أن الإنسان يربي نفسه، يربي نفسه عليه، يصدق ويتعرى الصدق، يربي نفسه على هذا. فالصدق تربية، تربية للنفس على هذا الشيء حتى تألفه وحتى تنفر من ضده. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، الصديقون جمع صديق. ومنه سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه لكثرة صدقه وتحريه للصدق حتى لقب بالصديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني ينقل صاحبه إلى الفجور، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، مثل الفسق، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، والفجور هو الخروج عن طاعة الله، يهدي إلى الفجور. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يكون الإنسان فاجر، لا يقبل منه كلام ولا يقبل منه شهادة، ويسقط من أعين الناس لأنهم عرفوا أنه كذاب، فلا يألفونه ولا يصدقونه ولا يأتمنونه، ما يأتمنونه، فيصبح ساقط المنزلة عند الناس إذا عرف بالكذب.
وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ضد البر. الفجور ضد البر، كما أن الكذب ضد الصدق. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يربي نفسه على هذا الشيء، يكذب هو من عنده ويتصيد الأكاذيب التي تقال أو تنشر فيشيعها في الناس. هذه حرفته والعياذ بالله، حتى يكتب عند الله كذابا، يعني كثير الكذب يكتب عند الله. والأول يكتب عند الله صديقا، يكتب في ديوان حسناته أنه صديق، أو في ديوان سيئاته أنه كذاب. ما في شيء يضيع أبدا، كل شيء يكتب ويسجل ويحاسب عليه العبد يوم القيامة. نعم. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الصدق يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار، يعني وسيلة إلى دخول النار. والأول الصدق وسيلة إلى دخول الجنة، فرق بينهما. وهذا يكتب صديق وهذا يكتب كذاب، فرق بينهما. والسبب هو أنه عود نفسه إما على الصدق وإما على الكذب. فعلى الإنسان أنه يتنبه لنفسه، خصوصا في زماننا هذا الذي كثر فيه الكذب والوشايات، وصار هم الناس تحريش والتفريق بين المسلمين، والتفريق بين الراعي والرعية، ومحاولة تفريق الكلمة بهذا الكذب المفترى. فعلى الإنسان أنه يحفظ نفسه، يحفظ نفسه من هذه المخاطر، ويلزم الصدق قولا وعملا، يتجنب الكذب قولا وعملا، حتى يسلم وينال هذه الكرامة. كرامتين: كرامة الأولى أنه يكتب صديق، والثاني أنه يكون من أهل الجنة. والكذب له عقوبتان: عقوبة أنه يكتب عند الله كذاب، والعقوبة الثانية أنه يكون من أهل النار. فالفرق بعيد بين الصفتين. نعم. وفي الموطا عنه: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذه آفة أخرى. الأولى أنه يكتب عند الله كذاب، والثانية أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، كل ما كذب فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يظلم القلب، يتمدد هذا السواد في القلب حتى يظلم والعياذ بالله بسبب الكذب. نعم. وفيه عن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل يكون المؤمن جبان؟ نعم، يكون جبان، يعني هذا شيء نفسي، كن ما عنده شجاعة، هذا شيء نفسي ما هو باختياره، ولا يعاقب عليه إذا كان أنه جبان، ما يعاقب على هذا، يعني هذا شيء ما له به تسبب. البخيل أيضا يكون بخيل، لأن النفس مطبوعة على حب المال، يحبون المال حبا جما، فإذا حصل على المال قد يغلب عليه البخل، صفة نفسية. هذا أيضا صفة مذمومة، لكنها ليست من اكتسابه، لكن يعالجها،
هي ما هي من اكتسابها البخل، لكن يعالج هذا، يعالج البخل، تغلب على نفسه، تصدق حتى يسهل عليه ويزول عنه البخل، لكنه لا يؤاخذ على صفة البخل لأنها نفسية، إلا إذا كان حمله على منع الواجب في المال كالزكاة أو النفقة الواجبة عليه، هذا يأثم، هذا بخل يأثم عليه. أما إذا كان أنه يمنعه من التبرع والتصدق الذي ليس واجبا، فهذا إن فعله فله أجر وإن تركه فلا إثم عليه. لكن أنه يكون كذاب، مؤمن كذاب، لا، هذا إنما هو من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا من صفات المنافقين، الكذب. والله جل وعلا يقول: كما سمعتم في الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، نفى عنهم الإيمان. وفي هذا الحديث أن المؤمن لا يكون كذابا، لأن الكذب يتنافى مع الإيمان، إما يتنافى مع أصل الإيمان فيكون كافرا، أو يتنافى مع كمال الإيمان فيكون ناقص الإيمان. قد يكذب المؤمن، لكن ليس هذا من سجيته ولا من طبيعته، وإنما مر عليه بعض الأحيان، هذه معصية ما في شك، لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية، بل يكون ناقص الإيمان. نعم. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلة من نتن ما جاء به. إذا كذب العبد لو مرة واحدة ابتعد عنه الملك الذي يكتب الحسنات ابتعد عنه ميلا، يعني مسافة بعيدة. السبب من نتن ما فعل، لأن الكذب له نتن ورائحة، وهذه رائحة معنوية لا نشعر بها، لكن الملك يشعر بها ويبتعد عنه لخبث رائحته، رائحة الكذب. إذن الكذب ينفر الملائكة عنك، وهذه أضفها إلى ما سبق أنه يكتب عند الله كذاب، وأنه يهديه إلى النار، وأنه ينكت في قلبه سواد. الرابعة أنه ينفر منه الملائكة الحفظة من سوء ما فعل. نعم. باب ما جاء في إخلاف الوعد وقول الله تعالى: من الكبائر إخلاف الوعد. إخلاف الوعد، لأن الواجب على الإنسان إذا وعد أن يفي بوعده، إلا إذا كان له عذر في مخالفة الوعد. فالمؤمن إذا وعد يفي، وأما المنافق إذا وعد أخلف كما في الحديث. وإذا كان إخلاف الوعد مع الله فهذا نفاق. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن، يعني منهم من المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى. فهم نذروا، لئن آتانا من فضله نذروا، أو أقسموا أنهم يتصدقون، فلما أعطاهم من فضله أخلفوا الله ما وعدوه وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. فهذا الكذب أعقبهم نفاقا في قلوبهم، زاد نفاقهم والعياذ بالله، زاد نفاقهم بسبب الكذب.
فالمؤمن إذا وعد الله يصدق، أو عاهد الله يصدق، وإذا وعد الناس هذا محل خلاف. منهم من يقول يجب عليه الوفاء بالوعد، يجب عليه الوفاء بالوعد، ومنهم من يقول يستحب الوفاء بالوعد، يستحب ولا يجب، لأنه من جنس التبرع، من جنس التبرع ليس واجبا، لكن الصحيح أنه يجب الوفاء، أنه يجب الوفاء بالوعد، لأن الله توعد هؤلاء، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب كما هو معروف. نعم. وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما الباء سببية وما مصدرية، أي بإخلافهم الوعد وبكذبهم. ما مصدرية تؤول وما بعدها بمصدر، فيكون المعنى هكذا: بكذبهم وإخلافهم للوعد. عقبهم نفاقا، يعني زاد في نفاقهم والعياذ بالله. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، فالكذب يزيدهم من النفاق، كما أن الصدق يزيد في الإيمان، الكذب ينقص الإيمان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آلة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجاه. آية المنافق، المنافق عرفناه، هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، وهو على قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار، شر من الكافر، شر من الكافر الأصلي الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، صاحبه في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني نفاق عملي، ما هو اعتقادي. الأول اعتقادي لا يصدر من مؤمن أبدا، أما العملي فقد يصدر من المؤمن، نفاق عملي. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. هذه الصفات قد توجد في بعض المؤمنين، لا وهي نفاق عملي لا يخرج من الملة، لكنه ينقص الإيمان. النفاق العملي ينقص الإيمان لكنه لا يخرج من الملة، أما النفاق الاعتقادي فهذا يخرج من الإيمان. هذا الفرق بين النفاقين. فآية المنافق سواء كان نفاقا اعتقاديا أو نفاقا عمليا، يعني علامته هذه الثلاث: إذا وعد أخلف، هذه واحدة، إذا ائتمن على مال، ائتمن على سر، ائتمن على وظيفة، أن يقوم بالعمل، لأن عمل الوظيفة هذا أمانة، هي بالأمانة خاصة بالوديعة، الأمانة بينك وبين الله فيما فرض عليك وفيما حرم عليك، هذه أمانة. وهذا هو قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة، الأمانة أمانة التكاليف، أمانة التكاليف، تكون الأمانة في الودائع، في الودائع أمانة وديعة تحفظها، تكون الأمانة في الوظيفة، إذا وليت على وظيفة وأعطيت مرتبا من بيت المال هذه أمانة في ذمك، أنك تقوم بالعمل، قيامك بالعمل أمانة، العمل الوظيفي أمانة، فإذا لم تقم به أو نقصته فقد خنت في أمانتك. السر أيضا، الأسرار بين الناس، السر بين الزوجين، السر بين الناس، يخون فيها، يخون في الأمانة، والمؤمن يحفظ الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم. يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. ولهما عن ابن عمر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه علامات النفاق، هذه علامات على ضدها. المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن وفى، وفى بالأمانة وحفظها وأداها. نعم. ولهما عن ابن عمر مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا ائتمن خان هذه عرفنا، إذا حدث كذب هذه عرفنا، إذا عاهد غدر، عاهد غدر، إذا عاهد ولي الأمر بايعه أو عاهد غير ولي الأمر أن تعاهد أحدا من الناس، حتى الكافر إذا عاهدته يجب الوفاء. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ويجب الوفاء بالعهود سواء مع المسلمين أو مع الكفار، لا يجوز نقض العهد لا مع المسلمين ولا مع الكفار، إلا إذا الكفار خانوا أو خيف منهم خيانة. إذا خانوا انتقض عهدهم، وإذا خيف منهم خيانة يعطون إنذار، ما على طول يلغى العهد، بل يعطون إنذار: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. تعطيهم إنذار إنك ستنهي العهد الذي بينك وبينهم، سيكون على بينة من أمر. أما إنك تباغتهم بدون إنك تبين لهم، هذا لا يجوز، هذا خيانة، هذا مع الكافر، فكيف بالمؤمن؟ فيجب الوفاء بالعهد. وأما الذي لا يفي بالعهد فهذا منافق، سواء نفاق اعتقادي أو نفاق عملي. الرابعة: إذا خاصم فجر، إذا خاصم عند القاضي فجر في خصومته، يعني كذب، فيدعي دعاوى هو كاذب فيها، ويأتي ببينات زور، فيفجر في ذلك، أو يحلف عند القاضي إذا توجهت إليه اليمين، يحلف وهو كاذب من أجل أن يكسب القضية على خصمه. وفي الحديث: من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود من الأراك وهو المسواك. فإذا حلفت على لتأخذ مال امرئ مسلم ولو كان يسيرا، ما تقول هذا يسير ولا فيه بأس، إنما هذا في الأموال الكثيرة، لا، الفجور في الخصومة حرام في الكثير وفي القليل. إذا خاصم فجر، والواجب على المسلم أنه إذا خاصم يصدق سواء كان الحق له أو عليه، لا يكذب من أجل أنه أو يدلي بشهادات زور، أو يحلف يمينا هو فيها كاذب من أجل أن يأخذ مال أخيه، لأن القاضي بشر ليس له إلا الظاهر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر مثلكم، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه،
فإنما أقطع له قطعة من النار. الرسول ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يحكم على الظاهر، فغيره من باب أولى من القضاة، ما يعلمون الغيب، إنما يستكملون الإجراءات القضائية والطرق الحكمية ثم يحكمون. إذا كان هنا شيء مخفي فهذا لا يعلمونه، وهو في ذمة من أخفاه، وسيظهر يوم القيامة ويفضح أمام الخلائق. هذه المسألة سهلة، ويقول أنا خصمت خصمي وأنا كسبت القضية وحكم لي القاضي بحسب أن الأمور انتهت. لا، الأمور باقية عند الله سبحانه وتعالى، تعاد الخصومات يوم القيامة عند أحكم الحاكمين، ويعطى المظلوم حقه من الظالم. هي بانتهت وخلاص، وحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، والقاضي معذور لأنه بشر يحكم على نحو ما يسمع. نعم. باب ما جاء في زعمه، وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، ما جاء في زعمه، إنسان يقول زعموا كذا وقالوا كذا وهو ما تثبت، هذا ما لا يجوز الإنسان أنه يحدث ويقال زعم فلان كذا وزعموا كذا، ينقل هذه الأشياء وهو ما تثبت منها، فهذا لا يجوز. والله جل وعلا يقول: إذ تلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية في سياق حادث الإفك، الإفك الذي روجه المنافقون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما حصل أنها في سفر من الأسفار ذهبت إلى حاجتها بالليل، فجاء أن أذن الرسول بالرحيل، قاموا رحلوا الإبل ووضعوا رحل عائشة على بعيرها يظنون أنها فيه، لأن النساء كنا يتسترن ويركبن في الهواجج، يركبن في من وراء الأستار، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة مثل ما يطالب الآن أنها تبرز وأنها تخلع الحجاب، وأنا لا، كانوا يسفرون النساء حتى على الإبل، أخلوا لها ودجي لأنها صغيرة وخفيفة وظنوا أنها فيه، وهي ذهبت لقضاء حاجتها، فلما رجعت وجدتهم قد ساروا. فمن حنكتها رضي الله عنها وعقليتها ما راحت تستلج وتروح تدور بالبر بالليل، جلست في مكانها لأنها تعلم أنهم إذا فقدوها سيرجعون إليها، ولو أنها راحت هنا أو هنا ضاعت عليهم. هذا من حنكتها أنها بقيت في المكان، أدركها النوم ونامت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه عادته يتأخر عن الجيش، ينام ثم يلحق بالجيش، جاء على عادته مع الأثر، رأى سوادا في الليل، رأى سواد في الليل في مكان القوم، فقرب منه ليتثبت معه، فإذا هي عائشة رضي الله عنها، وكان يعرفها قبل الحجاب، يعرف وجهها قبل الحجاب، فلما رآها عرفها، ووقف وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتنبهت رضي الله عنها باسترجاعه، وخمرت وجهها، يعني غطت وجهها، فجاء رضي الله عنه وبرك الراحلة، وطئ على يدها،
ترك عائشة تركه، ثم ذهب بها يقود بها الراحلة إلى أن أدرك القوم. هذه قضية إنقاذ، هذه قضية إنقاذ، وهذا من شهامته رضي الله عنه ومن رأفته، لأن المسلم لا يترك المسلم يهلك في الصحراء أو في مكان الخطر، ينقذه، هذه قضية إنقاذ. استغل المنافقون هذه الحادثة واتهموا عائشة بأنها متواطئة مع صفوان وأنها جلست تنتظره. المنافقون تعلمون أنهم يلتمسون على المسلمين، وراحوا يتكلمون، شاع الخبر، اتهموا عائشة بالفاحشة والزنا والعياذ بالله. فضاق الأمر على بيت أبي بكر الصديق وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلم المنافقون وفرحوا بهذه الحادثة. فيه من المؤمنين أناس انطلع عليهم على الخبر لأنهم عندهم تصديق، يعني قلوبهم نظيفة وطاهرة ويحسبون كل الناس أنهم يصدقون، فانطلع عليهم هذا الخبر فتكلموا مع المنافقين في عائشة رضي الله عنها، لا عن نفاق ولكن عن خديعة، انخدعوا. هذا هو قوله تعالى إذ تلقونه، هذا يخاطب المؤمنين، هؤلاء الذين تكلموا من المؤمنين يخاطبهم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كان الواجب التثبت، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فكما إنك ما ترضى لنفسك لأنفسهم، شوف ما قال في عائشة، لأن عائشة هي أمكم، هي أمكم، فهي مثل أنفسكم، الواجب أنكم ما ينطلي عليكم هذا الخبر. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لأن الذي يقذف لا بد يأتي بأربعة شهداء كما مر بكم، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. كل هذا خطاب للمؤمنين، لولا يسمع تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، يعني ننزهون الله. شوف هذا تنقص لله، رمي عائشة تنقص لله، ليه؟ لأنه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لم يكن ليختار لرسوله ولفراش رسوله امرأة خائنة، فهذا تنقص لله عز وجل. سبحانك، ولذلك نزه الله عز وجل. هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، بهتان يعني كذب، وليس كذبا هينا بل هو عظيم والعياذ بالله. هذا هو الواجب على المؤمنين، أنهم يتثبتون وأنهم ما يصدقون بأهل الخير، إذا لأن أعداء أهل الخير كثيرون ويودهم أنهم ينزلون منزلة أهل الخير ويحومون ضدهم الشبهات، فإذا بلغت عن أهل الخير شيئا فلا تستعجل، لا تستعجل حتى تثبت، وإذا تثبت أيضا لا تفشي هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى لو ثبت عندك لا تفشيه، عليك بالستر،
وعليك بعدم إفشاء هذا الشيء بين المسلمين. أولا أنك تثبت ولا تقول شيء ما تعلمه. ثانيا إذا ثبت عندك فإنك تصفر على فيك المسلم ولا تشيع هذا الشيء بين المسلمين فتكون من هؤلاء إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة. في النهاية برأ الله عائشة أنزل براءتها في القرآن يتلى إلى يوم القيامة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. برأها الله سبحانه وتعالى وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. اللي يرمون عائشة الآن كفرة لأنهم كذبوا الله عز وجل يقول أولئك مبرؤون مما يقولون وهؤلاء يقول لا هي مبرأة. هذا تكذيب لله عز وجل. أيضا الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. الرسول من أي قسم؟ من رأس الطيبين عليه الصلاة والسلام. هل يختار الله له خبيثة؟ لا، الله لا يختار للطيبات إلا لا يختار للطيبين إلا الطيبات ولا يختار للطيبات إلا الطيبين. هذا تكذيب لله عز وجل أنه اختار خبيثة لطيب وهذا لا يليق بالله عز وجل. وتكذيب لله في قوله أولئك مبرؤون مما يقولون. الحاصل أن هذه قصة عظيمة تعطينا دروسا عظيمة في التثبت وعدم التسرع وعدم الثقة بالمنافقين الذين ليس لهم هم إلا إشاعة الأخبار الكاذبة بين الناس. يعطينا درس أننا نتثبت في الأمور وأننا ننزه ألسنتنا عن الكلام حتى لو ثبت ننزه ألسنتنا عن إشاعته وعن الإخبار عنه ونستر. من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. أما اللي يحب أن يشيع الفاحشة فهذا من المنافقين ليس من المؤمنين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، إن جاءكم فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل. يطلق الفاسق ويراد به مرتكب الكبيرة من الذنوب. هذا فاسق، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا يسمى فاسقا. مؤمنا فاسقا لا يصدق خبره، لا يصدق خبر الفاسق، وإنما يصدق خبر العدل. فلا بد من التثبت في الأمور. فإذا حدثت فاسق لا تقبل منه، إذا حدثت عدل فهذا صدق. لكن أنت أيضا لا تستعجل بإشاعة الشيء هذا والإخبار عنه. خل في نفسك، خل في نفسك ولا تشع هذا الشيء لو ثبت. القصة هو سبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا إلى قبيلة من القبائل ليقبض صدقاته، ليقبض صدقات هذه القبيلة. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يرسل العمال لجباية الزكاة، فأرسل هذا العامل لجباية صدقة بني فلان، وكان بينه وبينهم شيء من العداوة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم وقال أنهم منعوا الزكاة، منعوا الزكاة وأبوا أن يسلموني الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتالهم لأن مانع الزكاة يقاتل. فأنزل الله عليه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
وتبين أن القوم أنهم مستعدين لتسليم الزكاة ومتأهلين. فلما تأخر عليهم العامل جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى الرسول وطلبوا منه أنه يقبض صدقاتهم عن طيب نفس، فصار هذا الرجل كذب عليهم، كذب عليهم. الشاهد من الآية الكريمة أنه يجب التثبت، وأن الفاسق لا يصدق، الفاسق لا يصدق، ويتثبت في الأخبار. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فلا بد من التثبت. وهذا درس عظيم للمسلمين إلى يوم القيامة، لا سيما إذا كثرت الشائعات والكلام في كما في وقتنا هذا كما تعلمون. ومما يساعد على هذه الأمور هذه الفضائيات وهذه الإذاعات التي أكثر ما يبث فيها كذب، أكثر ما يبث فيها كذب وتحريش وإثارة للفتنة بين المسلمين. فالمؤمن يتثبت في هذه الأمور ولا يستعجل ولا يتأثر بهذه الإشاعات المغرضة ويندفع معها. نعم.